اهلا بحضراتكم من جديد، واللي كان متابعنا على شاشه قناه النادي الاهلي، احنا يعني عملنا لقاءات مع لعيبه النادي الاهلي في الجمباز الفقرتين اللي فاتوا، اتكلمنا من منظور اللعيبه، شفنا اللعيبه تفكر ازاي بيحققوا الانجاز ده بعد بطوله الجمهوريه، منافسه شرسه جدا مع باقي الانديه. لازم نشوف طبعا اكيد منظور الجهاز الفني، ونبارك لهم طبعا. معانا كابتن عمر عريضه مدرب الفريق، ببارك لك في البدايه وعلى الاداء الفرقه وعلى المظهر اللي ظهر بيه النادي الاهلي في بطوله الجمهوريه والمكسب اكيد. الحمد لله كابتن، يعني انا عايز اتكلم في البدايه خالص بقى من منظور الجهاز الفني، خاصه انت كنت لاعب في النادي الاهلي وابن النادي الاهلي، فانت من المدرسه دي وعارف ازاي كيف تدار الامور جوه النادي الاهلي. بدايه الموسم مع وجود هيرو طبعا الخبير اللي تم استخدامه دكتور محمد فؤاد، اكيد طبعا رئيس الجهاز، وعلى راس الجهاز قعدتوا عملتوا ايه الاستراتيجيه اللي انتوا حطيتوها؟ الاستراتيجيه احنا من الاول يعني بنشوف اخر سيزون احنا عملنا ايه. يعني احنا السيزون اللي فات خلصنا يا دوبك قعدنا ريحنا يومين بالظبط بس، والشباب نزلت التمارين على طول عشان كان في كاسات عالم وكان في بطوله الفراعنه والكلام ده كله، فبنحاول نجهز ليها. فبتبدا بتشوف البطوله اللي فاتت ايه الغلطات اللي كانت عندك، وبتحاول تافويت الموضوع ده البطوله اللي جايه ازاي، وخصوصا اللي انت بعد السيزون ده بقى عندك 11 لعيب وفي ناس طلعت من درجه تانية، بقى عندك عدد كبير من اللعيبه، فبتحاول اللي انت تشوف انهي لعيبه هتبدا بتركز عليها، واي لعيب عنده مشكله بتبدا تظبطها له وكل الكلام ده كله، واي مثلا لعيب عنده اصابه ولا حاجه فبتبدا تاهل عشان تعرف ترجع تاني. فانت اول السيزون بتبدا بيبقى في اجتماع دكتور محمد فؤاد بيبقى موجود، الخبير الفني دكتور كريم، كله بنبدا نقعد ونشوف احنا اللي جاي محتاجين نوصل ليه، وبنشوفه للعيب لعيب، اللي هو مش كل اللعيبه ليها نفس البرنامج. برافو عليك، صح. كل لعيب بيبقى عنده 6 اجهزه، 6 جمل مختلفه، 6 حركات مختلفه، وبتبدا تتابع الشباب برضو اللي هم في المنتخب، عمر العربي او عبد الرحمن رضا، بتبدا تتواصل معاهم انتوا ايه جديدكم وايه الكلام ده كله، فبتبدا تعمل جدول. فمفروض هو عندنا سيزون متقسم، اول حته بتاعه التاهيل البدني والاصابات، فترتها قد ايه يعني بتاخد، ولا دي على حسب كل لاعب؟ على حسب كل لاعب، وبتبقى هي اقل حاجه اسبوعين والماكسيمم بتاعك شهر. حلو، عشان بيبقى مش فيها جمباز خالص، بيبقى فيها جمباز البيزك بتاع الجمباز اللي هو انت بتعلمه اوريدي للشباب الصغيره. تمام. فاللي هو شكل المرجحه، شكل بيسترجع بيسترجع بس اللي هو اساس الجمباز، اساسيات الجمباز ايه، بتبدا تشتغل عليها. ده شهر في اول السنه مفروض معاك، يعني اول السنه اخر السنه البيزك ده موجود. ممتاز. تمام. الفتره الصغيره دي بيبقى التاهيل اذا كان اصابه عندك، صحيح. اذا كان في حركه معينه محتاجه تشغل فيها عضله معينه بتبدا تشتغل على العضله دي مخصوص ليها، بتبدا بتشوف كل لعيب عايز يعمل ايه، عايز يوصل لايه، وبتبدا تظبط الكلام ده. ممكن تلاقي الفتره وصلت معاك لشهرين، في فتره ممكن لعيب بيوصل معاك ل6 شهور. يا خبر ابيض، يعني انت ممكن التاهيل البدني بيفضل معاك لحد يعني اخر ربع للسيزون. بس صعب قوي يا كابتن كده، يعني انتوا بتتكلموا على كل لاعب حاله لوحده، وفي نفس الوقت اللاعب بيلعب 6 اجهزه، وكل جهاز فيه جمل، وكل لاعب ليه جمله غير التاني. مظبوط. وكل يعني جهاز محتاج عضله معينه، ومحتاج ريكفري معين، ومحتاج مرونه معينه، عشان مثلا احنا عندنا الجمباز ما ينفعش طول الوقت تشتغل فتنس وتشتغل بدني، هتلاقي حجم العضله بيكبر والمدى بتاع المفصل ذات نفسه بيبدا يقل، فده توديك لحته اصابه. فانت عايز المرونه، انت محتاج مرونه وفي نفس الوقت العضله ما تكبرش، وفي نفس الوقت محتاج ريكفري للعضله عشان لا قدر الله ما يحصلش مثلا اصابه كبيره توقفك تعمل عمليه. الحاجات دي كلها بتحطها في الحسبان، هي في الاول وفي الاخر قضاء وقدر. يعني احنا عندنا يعني عبد الرحمن كان عامل عمليه الغضروف، مروان محمد كان عامل عمليه مروان محمد كان في الفردي، يعني هو ده لسه راجع برده من غضروفه صليبي. عندنا في يعني في لعيبه كتير، عندنا احمد ابراهيم كان عنده قطع في وتر الكتف، خالد نفس الكلام، فهي كل الكلام ده. ما هو بالظبط، يعني هو الجمباز معروف اصابته مش زي حاجه، يعني مش حاجه بسيطه اللي انت ممكن تعرف تكمل. انت لما هتوصل لقدر الله الاصابه، انت بتتعب تعبك كله فيما بعد، اللي انت ترجع اللاعب ده ازاي نفسيا قبل ما يكون جسديا، ترجع له على الاقل الحركات القديمه يعمل ازاي، كل الحاجات دي بيبقى ليها تخطيط، ولازم يبقى في قعده مره واثنين وثلاثه مع الجهاز الفني. يعني طب كابتن، يمكن انا فهم، انا انا انا, أنا عايش معاك الحاله اللي انت بتقولها، ويعني وشايف وبقارن بقى على الالعاب الثانيه. هنا انا اقدر اقول ان في مجهود بيبذل خارج البساط، ساعات عمل كبيره جدا. مظبوط. عشان نقدر نفكر، يعني حتى النهارده بطوله الجمهوريه انت بتدرس الفرقه الاخرى،
عشان تشوف هتنزل مين قصاد مين بالظبط، وده هتديله جمله، هتديله جمله يعملها عشان يتفوق على المنافس بتاعه في النادي الفلاني اللي مزبوط. هيلعبه على الجهاز ده على الاول والتاني. مظبوط. الساعات دي كلها والوقت ده كله اللي بيروح ده، يعني بتقعدوا انتوا تشتغلوا فيه، ده الطبيعي ولا انا ببالغ؟ لا هو ده الطبيعي في الجمباز الطبيعي، عشان احنا دلوقتي مثلا ربنا كرمنا 3 مواسم ورا بعض. اول سيزون مثلا كان في عدد معين من الفرق، السيزون اللي بعديه الفرق زادت، بقت فرقه زياده علينا. نعم. السيزون ده صعبه بسبب اللي هو بقينا احنا السيزون ده نازلين 8 فرق قدام بعض. نعم. والثمان فرق المستويات كلها قدام بعض، يعني ما فيش فرقه ما فيهاش لعيبه من المنتخب، ما فيش فرقه كامله متكامله. مجهود كبير، بس استاذنك يا كابتن لازم يكون معانا احد اللعيبه اللي ساهموا بشكل كبير في هذا الفوز. الفريق 5 لاعبين من اصل 10، الفريق متكون منه 5 اللي شاركوا بطوله الجمهوريه، 4 كانوا معانا، وفي احد اللاعبين النجوم طبعا لاعب منتخب مصر ولاعبنا الاولمبي وكابتن فريق الرجال عمر العربي معانا عبر الهاتف، كان لازم يكون معانا. وبنقول لك مبروك يا عمر، والف مبروك على الاداء مع الفريق والاداء الفردي كمان. ربنا يخليك، الله يبارك فيك، مبروك لينا كلنا. عمر، يمكن البطوله دي كل ضيوفي طبعا على راسهم كابتن عمر رضا المدرب وكل اللاعبين اقروا ان البطوله الحقيقه كانت صعبه والمنافسه كانت شرسه. من وجهه نظرك ايه سبب المنافسه الكبيره من الفرقه يا كابتن عمر؟ ان في ناس كتير قوي من المرحله الصغيره طلعوا كبار في جميع النوادي، فعدد الفرق زادت، بدل ما كنت بتلعب 4 فرق بقوا 5، البطوله دي بقوا 8، والثمانيه نوادي تقيله فيها لعيبه كويسه جدا من المنتخب. فمنافسه المره دي كانت كانت اشرف بصراحه، والفكره كلها انك انت بتنافس في البطوله دي غير اي نادي، لانك انت بتنافس ان اللقب يفضل معاك، فدي اصعب من انك تحصل على اللقب بصراحه، انك تفضل محافظ عليه تبقى اصعب على اللعيبه وعلى المدربين وعلى الناس كلها بصراحه يعني. طب عمر برضو يعني انت ما شاء الله تفوقت في الفردي كمان، يعني خدت تقريبا 4 ميداليات، انا يعني صحيح اللي بقوله ولا؟ مظبوط، 4 ميداليات، 5 ميداليات كمان، ده كابتن عمر بيبيزني ميدالية الفريق ميدالية الفريق. لا انا بتكلم على الفردي بس، الفردي كانوا 4 في 5 اجهزه والفردي العام ف6 ميداليات. الله اكبر، يعني 5 ميداليات. المنافسه دي اكيد انت سعيد بيها عشان منتخب، انت النهارده محتاج تلاقي منافسه عشان تركز اكتر، عشان انت عندك بطوله في شهر فبراير مهمه لتاهلك للاولمبياد. مظبوط. يعني المنافسه دي اكيد حاجه جيده. طب كلمني عن استعدادك بقى لفبراير، انت عندك بطوله من 15 ل 18 فبراير، بطوله العالم اللي موجوده في مصر، ودي محطه مهمه لتاهلك للاولمبياد انت وعبد الرحمن. اكيد استعدادك ليها ازاي من هنا من هنا من هنا لوقت البطوله؟ احنا حاليا في معسكر مغلق في المركز الاولمبي في القاهره، المفروض بنتمرن صبح وبالليل، معانا الخبير الاجنبي بتاعنا، معانا الجهاز الطبي بتاعنا لاي لا قدر الله اصابه او حاجه، معانا يعني احنا معانا كل الامكانيات اللي تخلينا نوصل لكاس العالم، مستعدين المفروض. تمرينات كتير، ساعات كتير قوي، ببرنامج تقيل جدا، خبرات اجنبيه ومصريه الاثنين، فالموضوع صعب شويه بس ان شاء الله احنا قده ان شاء الله قدها باذن الله. طيب يعني هل يعني انا مش عايز اسبق الاحداث وكله طبعا بيد الله سبحانه وتعالى بالنتائج، ولكن حاسس ان انت هتتاهل، يعني مش هتحتاج تروح، يعني مش هتحتاج تنتظر نتائج بطوله افريقيا، وحاسس ان انت ممكن يعني ان شاء الله تتاهل من بطوله العالم وكاس العالم ده؟ نتمنى، يعني نتمنى المره دي هي قريبه مننا، قريبه بزياده اللي احنا عملناه يا رب. كان احد خطوات البطوله اللي فاتت بتاعه الجمهوريه، والحمد لله عملناه بشكل كويس جدا، فان شاء الله ممكن، اكيد ممكن. التوفيق طبعا من عند ربنا، وربنا يثبتنا بقى في البطوله ونطلع احسن ما عندنا ان شاء الله. ان شاء الله يا عمر، ويعني ندعو الله سبحانه وتعالى ان ربنا يحفظك ويحفظ كل زمايلك من الاصابه. ربنا يخليك. مهم جدا ان انت تتاهل للاولمبياد، ودي حاجه اكيد هتسعدنا، وان شاء الله بعد تاهلك للاولمبياد هننتظرك هنا في البرنامج ان شاء الله، عشان باذنك يا رب، باذنك يا رب ربنا يحفظك ويمنع عنك الاصابات، يكون يعني خبر سعيد لينا وكلنا تاهلك للاولمبياد ان شاء الله، انت وعبد الرحمن باذن الله. اشكرك عمر العربي لاعب منتخب مصر ولاعبنا الاولمبي ولاعب النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا، كان معانا عبر الهاتف، هو احد اعضاء الفريق اللي ساهموا بشكل كبير في فوز بطوله الجمهوريه. كابتن عمر عريض المدرب ارجع لك في طبعا حوارنا، يعني عمر لعيب مميز اكيد، بس ده كان اداء جماعي. اداء جماعي. الاختيار 5 ده كان على اي اساس وازاي اخترتوهم؟
اختيار الخمسة بيبقى على أساس بنعمل زي بطولات داخلية ما بين اللعيبة اللي عندنا في النادي. ممتاز. احنا عندنا دلوقتي في 2 في المنتخب اوريدي وعندنا 11 واحد في الملعب. تمام. فبنبدأ نعمل تيستات ونشوف كل شوية ونشوف مين فين ومين رايح فين، وبنبدأ على مثلا احنا عاملين المرة دي فوق ال 12 تيست عشان الموضوع صعب شوية. ففي ال 12 تيست بنشوف الافريج بتاع كل واحد مين اللي هو ممكن يساهم اكبر ومين ممكن ما يساهمش. موضوع يعني صعب قوي. موضوع صعب جدا، وساعات ممكن تظلم لاعب من غير ما تقصد، بس طبعاً. اللي هو وجهة نظرك ورقه يعني، هو الموضوع كله ورقه وقلم. انا ممكن دلوقتي في لعيب يجمع اول 5 تيستات كويس جدا، بعد كده يحصل اخر تيستات ما يكونش احسن حاجه، فانت ما تاخدش الريسك عشان ما تظلمش الهيكل بتاع الفريق كله، فانت بتغمض عينك وتاخد بالارقام. بالظبط. هو هو الموضوع كله ارقام. يعني خلي بالك الجمباز حتى التحكيم فيه تقديري. يعني انت ممكن كل حاجه صعبه يعني. هي تحس اللي هو شجره ومتفرعه كل شويه، بتروح تيجي تمسك فرع تلاقي فرع تاني، تمسك فرع تلاقي فرع تاني، فالموضوع بيبقى رخم علينا وعلى اللعيبه. يعني هو يعني مثلا المره دي ربنا كرمنا وكسبنا، انا شايف المجهود كله والسوكسيه مفروض يروح كله للعيبه. يعني هو الجمباز كلعيب يعني لعيبه درجه اولى، المدرب بيوصل البطوله معلوش اي حاجه، المدرب بيقف ورا يا دوبك يطلع اللعيب، واللعيب هو بتاعه الموضوع، اللي هو انت بتذاكر سنه كامله في الاول وفي الاخر الدقيقه اللي انت اللي هتطلع تعملها، مش ولا مدرب ولا اي حاجه. طبعا مجهودات دكتور محمد فؤاد ورانا، بيساندنا بيوفر لنا كل حاجه، في ادويه في كل حاجه، الجهاز الطبي دكتور كريم مستر هيرو كله بيساهم، بس في الاول وفي الاخر المساهمه انا بشوفها اللعيبه. اللعيب اللي بيروح الجامعه الصبح بيصحى الساعه 8 الصبح، او اللي بيسافر يروح جامعته بيخلص وبيرجع يحضر تمرينه عشان ما يقعش، حصل له لا قدر الله اصابه بيبدا يحافظ على نفسه ويروح علاج طبيعي، يصرف على نفسه ادويه، كل الكلام ده كله في الاول وفي الاخر هي اللعيب. تسمح لي احييك، انا سايبك ما تعطكش. ليه بقى؟ لانه انت النهارده كمدرب بتنسب الفضل كله للاعب. هي دي حقيقه بصراحه يعني. والنهارده انت يعني ليك دور طبعا، يعني ليك دور كبير. يعني سبب من الاسباب يعني مثلا في سبب ولي الامر اللي قاعد في البيت اللي بيدعي واللي كان بيوديه وهو صغير التمارين وبيرجع ياخده المدارس وياخده الدروس ويعمل له الاكل ويصرف عليه ويعمل عشان يكبره، ويجي لنا احنا في الملعب بيبقى لينا دور، سبب من الاسباب اللي هو يوصل البطوله يبقى عامل كده. انت يعني خليتني يعني اؤمن اكتر كمان ان اللي بيطلع من مدرسه النادي الاهلي بيتعلم. هو ده اللي حصل معايا يعني. انا انت بتقول الكلام ده عشان انت كنت ابن النادي الاهلي. ما هو بالظبط ده اللي حصل معايا. بترجع الفضل للعيبه ومجهودهم ولاسرتهم يعني، وبتنكر بتنكر دورك في الوقت اللي دورك مهم جدا، ولكن انت شايف انه بتقدم اللعيب واسرته عنك. معلش هتقول يا جماعه تاني الاحتفالات اللي كانت بعد البطوله يعني، عشان اوريكم قد ايه الروح النهارده الفرح بالبطوله ده اللي بيحصل في كره القدم. صدقوني بيحصل اضعاف اضعافه في العاب تانيه كتير جدا. الجمباز يمكن لعبه مش شعبيه، ولكن النهارده الفرحه اللي هتشوفوها دلوقتي لما هنجيبها لكم بعد البطوله اهو، يعني عايز اوريكم الفرحه دي. دكتور محمد فؤاد ارجعوا لي كمان سنه كده، دكتور محمد فؤاد اللي لابس نظاره ده اللي ايوه اللي كان بيضحك وفرحان زي الطفل الصغير ده، وده الاداري بتاع الفرحه دي يا جماعه. مش فرحه، ما فيش حد بيمثل، هم ما يعرفوش ان هم بيتصوروا ولا يعرفوا ان احنا نذيع الفقره دي، ولكن اهو دكتور محمد فؤاد اللي بيسقف اللي هو رئيس الجهاز، دكتور محمد فؤاد الراجل المحترم الجميل، كل الفرحه دي جايه نتيجه كل اصحابنا وكل يعني كله بيجي يحضر عشان يشاركنا. العرق ومجهود تعب سنه يعني، هي عشان ساعه 3 ساعات بطوله و10 دقايق نطلع ناخد الميداليه. طيب يعني هل الفرحه دي النهارده للتعب ولا كمان المنافسه كبيره وكسبنا بعد المنافسه دي؟ يعني الفرح ده ايه؟ الفرحه دي هل للتعب؟ هو لكل حاجه يعني، كل الظروف اللي هو ربنا بيجبر بخاطرك بعد التعب اللي انت بتعمله. معلش يا كابتن خلينا الصوره دي يا جماعه، بصوا لا ارجعوا لي الصوره الثانيه معلش، عشان بتبقى الحاجات دي عفويه ومهم جدا نتكلم معاها مع الجهاز الفني. الصوره اللي كانت قبل كده المجموعه فرحانه وبتضحك وكل واحد باصص في ناحيه وكل واحد بيهني زميله، هيجيبوها لنا ثاني. قصدي اقول لك انه يعني الروح دي مش بس في الالعاب الجماعيه النهارده. لا خالص يعني. اصل مثلا هي اللي وصلنا للحظه دي، انت السيزون احسب كام واحد اتخبط واتعور. نعم. احسب كام واحد اتصاب. اهي يعني واحد واحد كده يا كابتن، بص الفرحه كل واحد مبسوط يعني مفيش يعني هم يعني مثلا عندك اخر 2 على الشمال احمد ضياء
واحمد ابراهيم. احمد ضياء ده كان عنده قطع في عضله البايسبس وعمل عمليه ورجع ولعب المره دي، بس يعني ربنا ما كرموش، بس لعب في الفردي ما دخلش الفريق، بس اثبت اللي هو رجع يلعب جمباز تاني. ومين اللي جنبه؟ احمد ابراهيم ده اللي عامل عمليه في كتفه، لسه يا دوبك نزل البطوله لعب جهازين ما لهمش علاقه، يعني لعب ارضي ولعب حصان حلق، حاجه بعيدا عن عشان كتفه تمام. وفي الاول وفي الاخر فرحه الفريق كله، يعني انا فرحتي بالفريق، انا بقالي 6 سنين في الاهلي، ال6 سنين انا بمرن المجموعه دي ما شاء الله. يعني اسرتك خلاص 3 سنين درجه تانية الحمد لله ربنا كرمنا باول، وبعد كده طلعنا درجه اولى 3 سنين اول، فالمجموعه دي اكتر من اللي هم لعيبه على قد ما هم اخواتي الصغيرين، يعني احنا عشنا مع بعض وسافرنا مع بعض وزعلنا مع بعض وشفنا حاجات كتير مع بعض، فاللي هم اسره اكتر ما يكون فريق. فهي المجموعه دي انا بحبها بسبب اللي هم كلهم زي ما حضرتك شفت الجمله بتاعت محمد مختار كده، يحيى قاعد تحت قاعد بيشتغل معاه بعينه وبقلبه، بيأدي الحركه هو بره البساط وبره الجهاز. وفي نفس الوقت لو هتلاقي في المدرجات نفس الكلام، اولياء الامور اصحابهم في الملعب الشباب الصغيره كل ده بيأدي معاه الجمله اكتر ما هو ما يكون يعني بيطلع يأديها. ممكن يكون اللعيب صاحبه يكون متوتر اكتر ما يكون هو متوتر، يبقى مبسوط اكتر منه. يعني انا عندي الشباب مثلا زمايلي المدربين بيجوا يشجعوا يعني بقلبهم، تحس اللي هم اخواتي وجايين يفرحوا اللي هم اللي واخدوا يعني خدوا المركز، كانك انت مش انت اللي خدته يعني هم كل واحد بيبقى ليه سبب من الاسباب، احنا كلنا اسباب، فالمجهود كله بيروح للعيب عشان اللعيب انا بشوفه هو اللي بيبقى شايل اكتريه الحمل. صحيح. ضغط البطوله، ضغط امتحانات، ممكن يكون عنده شكوى وجع حاجه بتوجعه، مش اصابه، عنده شد، عنده حاجه، وفي الاخر هو التوتر انت يعني التوتر احنا مثلا وانا بلعب كان بيحصل توتر، ممكن تلاقي عضله رجلك كلها واقفه وشده من التوتر. فكل ده انت بتتغلب عليه عشان انت طالع مع مجموعه عايزين تكسبوا وعايزين تلعبوا، فانت مش بتفكر لوحدك. السؤال هنا بقى ازاي نحافظ على الانجاز ده، ازاي نحافظ عليه السنه الرابعه ان شاء الله؟ ازاي نحافظ عليه؟ طبعا يعني هو في الاول وفي الاخر مجهودنا وتخطيط اللي بنقعد، يعني مثلا اوريدي يوم الخميس اللي فات عدى مع دكتور محمد بدانا نخطط الموسم. فؤاد دكتور محمد فؤاد بدانا نخطط، كان ساعتها كابتن كريم عيان ما عرفش ينزل، بس اتكلمنا تواصلنا مع بعض بالتليفون. هو كله بيبدا يكتب تصور معين للسنه الجديده، وبنبدا بعد لما بنكتب التصور ننزل نقعد مع بعض اجتماع، واللعيبه بيبقوا معانا، يا شباب احنا عندنا تصور 1 2 3 ايه رايكم؟ احنا ممكن نعمل كده وممكن نعمل كده، بنبدا نتناقش كاسره كلنا فرد واحد ايدينا على ايدين بعض عشان نوصل اللي احنا نكسب تاني السنه الرابعه، مش عشان بس نكتفي زي ما مثلا عبد الرحمن قال احنا وصلنا القمه عايزين نروح القمه اللي بعديها، فبنشوف احنا هنوصل للقمه دي ازاي. وكله شغله تعب وسهر، وبتبدا تفضل حاجات عن حاجات، الشباب كلها ممكن تلاقيهم ما بيسافروش في الصيف الساحل زي الشباب، ما بيخرجوش بالليل، ما بيعملوش، بس كله لاجل اللحظه اللي احنا نوصل لها. كابتن، يمكن احنا عندنا قاعده عريضه في الجمباز في النادي الاهلي، الجمعيه العموميه نفسها وحضرتك واحد منها واغلب اللعيبه بيبقوا اعضاء في الجمعيه العموميه، بتلقى يعني قبول في الجمعيه العموميه وبتحب اللعبه دي. يعني الجمباز في حد ذاته لعبه صعبه، ومش دايما بتكون يعني بتبقى الامور ماشيه فيها سهله، ممكن لعيب صغير يتقابله يكره اللعبه ما يحبهاش لانها لعبه. ازاي بتقدروا تجذبوا اكبر عدد من القاعده؟ عشان كل ما القاعده كبرت الصغيرين كل ما هيبقى عندك الشكل الهرمي افضل وصفوه الصفوه بتبقى افضل. مزبوط. ازاي بتقدروا تجذبوا اكبر عدد ممكن من ابناء جمعيه العموميه؟ هو اكبر عدد بيجي من يعني الماركتنج للفريق الدرجه الاولى، بنشوف الفريق الدرجه الاولى اللي هو على راس الهرم دول عاملين ازاي واصلين ازاي. انت دلوقتي لو طفل شفت الشباب مجموعه الشباب دول بيطلعوا يلعبوا ويكسبوا انت بيبقى نفسك توصل له. صحيح. وفي نفس الوقت انت بتعمل لينك بكل ده، يعني احنا عندنا الدرجه الاولى بيتمرنوا في وقت من الساعه مثلا 2 لحد الساعه 6، في ناس شباب تانية بيبقى عندهم جامعات بيجوا الساعه 6، فانت طول الوقت 24 ساعه الناس شايفاك. فده الماركتنج، ده التسويق بتاع اللعبه دي. اللي هو احنا عندنا الفريق الكبير مثلا كام لاعب من ولاد النادي الاهلي او النسبه مئويه قد ايه؟ هم كلهم يعني هم كلهم ما عدا عمر العربي، وعمر العربي لما ربنا كرمنا بيه وكرمنا جه بقى واحد مننا، تحسه اللي هو ابن نادي الاهلي،
يعني احنا عايشين على الاسس، على الاسس والمبادئ والاصول اللي احنا متربينا. يعني ما خدش وقت انه يخش وسطينا، ما فيش خالص. يعني هو بيفرح مع الشباب اكنه واحد منهم، يعني هو يعني هو اوريدي واحد منهم، بس برضو لما بيتكلم على الاهلي هو بيتكلم اكنه زي انا مثلا متربي في الاهلي، فما فيش فرق. احنا عندنا دكتور محمد فؤاد، هو استلمني وانا صغير تمام، قعد معايا وهو استلمني وانا مدرب، وهو وقف في ظهري ووصلني للي انا فيه تمام. في نفس الكلام دكتور محمد فؤاد بيستقبل الناس كلها نفس الكلام، يعني هو اب لينا قبل ما يكون مدير فني، هو بيشوف مصلحتك فين. يعني ممكن لو انت ماشي في طريق غلط هو يجي يقول لك عمر انت ماشي في الحته دي لازم تروح للحته دي، ومش عشان حاجه، عشان هو بيحبك وبيعزك وبيعاملك اكنه ابنه، يعني مش ملهوش مصلحه ليك. واحنا احلى حاجه في الاهلي احنا بنتعامل من غير مصلحه، يعني احنا كلنا مش بندور على مصلحه حاجه. فعشان كده بقول لك كده المجموعه اللي معايا كحبها لبعض احنا بنشوف بعض اكتر ما بنقعد في البيت، فاحنا بنتعامل كاسره كاخوات، هم اخواتي الصغيرين انا اخوهم الكبير العكس كل الكلام ده، احنا بناكل وبنشرب وبنعمل كل حاجه. فالحب ده هو اللي بيتنقل للاطفال الصغيرين، بيبقوا عايزين يوصلوا للحته دي تمام. نفس كده الشباب مثلا عاملين بقالنا سنه كده، هم عاملين بيج على الانستجرام الاهلي جمبازه، بيقعدوا يهزروا فيه، ينزلوا فيه فيديوهات تواصل دي. شوف الشباب دلوقتي وصلت، اللي هو مثلا انا ليا اخ في النادي بيلعب جمباز مازال يعني هو تحت 11 سنه تمام، شاف كده هو والمجموعه بتاعته والفريق، هو عملوا بيج نفس الكلام اللي هو عايزين يقلدوه، وفي نفس الوقت لما بيشوفوا الكبير بيجي في ميعاده وبيقف صف واحد بيحترم طبعاً الكبير طبعاً بيبدا نظراته ليه اللي هو انا عايز اوصل لكده. يعني مثلا كل الشباب الصغيره اول لما نبقى موجودين في الملعب هو ممكن ما يدخلش يسلم عليه، هو بيدخل يسلم على مثلا محمد مختار، هو بيحب محمد مختار، وتعالى يا محمد شوف انا بعمل الحركه كده، ويقعدوا يسقفوا لبعض. فهي دي الخبرات وهو ده الحب اللي احنا بنبدا نورثه للاجيال. كابتن عمر، هل ممكن نلاقي في يوم من الايام لاعب، يعني يمكن اقرب واحد عمر، عمر العربي، ممكن نلاقيه في الفاينلز في مش هقول ميداليه اولمبيه، الموضوع صعب جدا، بس هنقول مثلا في الفاينلز بتاعه الجمباز على في الاولمبيات، ممكن في يوم من الايام نشوف ده؟ ممكن، مش بعيد. يعني هو الحمد لله عندنا المقاومات الكويسه، عندنا الملعب كويس، عندنا المدربين كويسين، عندنا الجهاز الفني ذات نفسه في ظهرك، عندنا نشاط رياضي بيلبي لك كل احتياجاتك وكل رغباتك، فهي مش صعبه اللي انت توصل تمام. وعندنا كمان يعني بعيدا عن الاهلي عندنا في المنتخب مجموعه من الشباب، لا هي توصل وتوصل سهل. يعني خاصه ان احنا شفنا ده في الكاراتيه، يعني الدكتوره جانا فاروق لاعبه اولمبيه وفازت بميداليه اولمبيه بالظبط. فالنادي الاهلي النهارده قدم ابطال اولمبيين، ولكن انا شايف ان عمر العربي ممكن قريب مش هقول ميداليه برضو عشان ما بقاش ظلمته، لان الموضوع ده محتاج مصاريف واعداد بره مصر ومعسكرات في اوروبا بشكل كبير، ولكن على الاقل يبقى من احسن 8 مثلا. هو ممكن، هو كله بتوفيق ربنا يعني في الاول وفي الاخر، ما يعني توفيق ربنا. هو الولد انا شايف يعني عمر العربي هو بالنسبه لي الايدول لاي لعيب جمباز في مصر، هو بيحاول يوصل، هو ما بيبصش تحتيه خالص، هو بيبص على طول قدام. عمر العربي من السنه اللي فاتت للسنه دي هو ما شاء الله عمل حصيله كبيره، ووصل لشيب لو هو نزل بيه بالبطوله بره انا مش بقول لك هي مش بعيده اللي هو ينزل ياخد ميدال ان شاء الله يحصل. ان شاء الله ربنا يوفقه ونتمنى كل التوفيق يا رب ان شاء الله. جمباز في النادي الاهلي، كابتن عمر عريضه مدرب فريق الرجال للجمباز، نورتني وشرفتني. الله يخليك بوجودك، الف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك، ان شاء الله مش اول مره مع بعضينا ان شاء الله، مع بعض ان شاء الله، ونبارك لكم المره الرابعه يا رب ان شاء الله. أعزائي المشاهدين، دي كان حلقتنا النهاردة. سعدت أنا على المستوى الشخصي جدا بوجود أسرة الجمباز معايا، سعدت بإنجازهم الكبير للسنة الثالثة على التوالي بالفوز ببطولة الجمهورية رجال، سعدت كمان قد إيه مدرسة الجمباز في النادي الأهلي خرجت عظام ولسه بتخرج كمان، خاصة إن 99% من قوام الفريق هم من أبناء النادي الأهلي ومن مدرسة النادي الأهلي وإعداد النادي الأهلي. أشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعة، وإلى حلقة جديدة مع الأبطال.